ولمتابعة ردود الفعل الشعبية والمتظاهرين الرافضة للانتخابات البرلمانية في العراق ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. مرحبا بك معنا أستاذ شاهو. تحياتي وتقديري. برأيكم لماذا يرد الشعب العراقي بهذه الطريقة من خلال رفضه للانتخابات أو التعويل عليها في تغيير شيء من واقع البلاد المتردي مع الأسف؟ حقيقة هناك عدة أسباب تدفع المواطن العراقي إلى رفض هذه الانتخابات في ظل هذه البيئة الملوثة التي تتسبب في تدوير الفاسدين وليس في تحقيق الإصلاح المنشود الذي من أجله تم دفع دماء وضحايا بالآلاف وجرحى بالآلاف. أهم سبب من هذه الأسباب أن الانتخابات التي أجريت بعد 2003 وإلى الآن لم تقم بتحقيق أي طموح من طموحات الشعب العراقي، وكانت مجرد إعادة تدوير الفاسدين وتغيير الوجوه، وخاصة الآن هناك أكثر من 60 فصيل و 60 ميليشيا داخل المدن، وبالتالي لا يمكن أن نحقق تحقيق الإرادة الحرة للمواطنين. وأيضا الأمر الأهم، هم يقولون سيجري انتخابات وطنية، ولكن صور حكام إيران وصور قادة إيران مليئة في كل شوارع العراق، إذا كيف نتحدث عن انتخابات حيادية مستقلة وطنية في ظل سيطرة دولة أجنبية على العراق؟ بالتالي لا يمكن تحقيق المواصفات أو الأهداف التي خرج من أجلها المواطنون ويريدون من خلالها تحقيق تغيير حقيقي، لا يمكن تحقيق هذا الأمر في ظل الواقع المأساوي. نعم. المؤسف الحالي. وعليه هل تتوقع أو تعتقد أن المرحلة القادمة سيكون هناك تصعيد في التظاهرات الشعبية ضد نظام المحاصصة الطائفية؟ بلا شك هذا الأمر وخاصة هذه الإرادة لإجراء الانتخابات، نحن رأينا أن رئيس الوزراء اختار موعدا ولكن الميليشيات تريد أن تجري الانتخابات في موعد أبكر، إذا هي مستعدة للدخول في الانتخابات بقوتها وبميليشياتها وبأموالها، وبالتالي الانتخابات سيكون عبارة عن إعادة ترسيخ هذه الوجوه وإعادة ترسيخ منظومة الفساد، والمواطن طبعا لا يقبل بهذا الأمر، سيخرج مجددا وسيرفض هذه المنظومة مجددا ولن ينخدع بهذه المسرحية التي تقوم بتشكيل غطاء ديمقراطي لحكم ميليشياوي. نعم، في انتخابات عام 2018 يلاحظ المراقبون أن نسبة المشاركة الشعبية فيها كانت بحدود 12% فقط، هل يمكن أن نشهد نسبة مشاركة أقل في الانتخابات البرلمانية في عام 2021 فيما لو جرت؟ بلا شك هذه كانت رسالة في الانتخابات الماضية من قبل المواطنين بانزعاجهم بهذه المسرحية وطريقة تمرير المواضيع، ورغم أن المقاطعة انتصرت وكان المشاركة 22% إلا أنهم زوروا وغيروا في النتائج في هذه المرة أيضا، وبما أن المواطن أيضا يشعر أن الصندوق لن يكون حاسما في التغيير ولن يمثل إرادته الحرة، بلا شك أنه سيختار المقاطعة مرة أخرى. نعم، واضح أن الطبقة السياسية أمست محاصرة اليوم من كل فئات المجتمع العراقي، كيف سيكون شكل المواجهة بين قوى السلطة والعملية السياسية وبين الشعب العراقي خلال الشهور القادمة؟ بلا شك المواطنون أمهلوا هذه السلطة للتغيير، ولكن هذه السلطة نعلم أنها لا يمكن أن تغير ولا يمكن أن تصلح، يعني التغيير الجذري هو الحل، وهذا الأمر سيصل إليه كافة المواطنين، من لم يصل إلى هذه النتيجة اليوم سيصل إليه غدا، وبالتالي هؤلاء لا يمكن إثباتهم. يعني نحن نرى أنه في كل موسم في كل فصل في كل شهر لدينا أزمة، بمجرد أن يأتي فيروس يحصل أزمة في مجال الصحة، بمجرد أن يمطر السماء يحصل يغرق نصف المدن، وبالتالي هناك أزمات متكررة، لا يمكن التعويل على تخدير هذا الشعب لفترة أطول، لا يمكن الاستمرار على هذا النظام المنقوص المنحرف، وبالتالي نعم. المواجهة والتصعيد الشعبي هذا أمر محسوم، لأن المواطن لا يستطيع أن يعيش في كل هذا الظلم بينما يرى دول الجوار والمواطنين في العالم يعيشون بأحسن حياة رغم أنهم لا يمتلكون أي ثروات. العراق يمتلك ثروات، يمتلك كل شيء، ولكنه يعيش مثل أسوأ المواطنين في العالم،
واصبح في ذيل القوائم. وعليه استاذ شرم، نعم، وعليه هل يمكن ان تنزلق الامور الى منحدرات اخطر مع تعنت السلطه وميليشياتها والتعامل العنيف مع الشعب العراقي طيله الشهور الماضيه؟ طبعا دائما السلطة إذا أغلقت كل الطرق السلمية للتغيير هي التي تدفع المواطنين إلى العنف، ونحن رأينا خلال الفترات الماضية السلطة قامت بارتكاب الجرائم فقط لدفع الشعب إلى العنف حتى تبرر العنف المقابل والحملات باسم مكافحة الإرهاب، ولكن الشعب لم ينجر إلى هذا الأمر، ومصرين على السلمية في تصعيد الشارع وأيضا مطالبة بتحقيق مطالبهم، ولكن أي انجرار إلى هذا العنف يتحمل مسؤوليته من يحمل السلاح، الدولة، الأجهزة الأمنية والميليشيات المنفلتة. وكما رأينا التجاوزات الآن تخرج، المقاطع الفيديو تخرج، يعني نرى أن التعامل السيء يحدث من طرف حامل السلاح وليس من طرف المقابل، نعم. وبالتالي أي تصعيد لا يرغب به أي طرف يتحمل مسؤوليته هذه الأطراف، أطراف السلطة والميليشيات بالذات. نعم. من إسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك.